متابعينا الاوفياء في كل مكان، اهلا وسهلا ومرحبا بكم. اليوم احنا متواجدين في مدينه تطوان من اجل اعطاء هذه الهديه لمن يستحقها. هذه الهديه هي عباره عن مصحف اجمل كتاب في الكون، رفقة كتيب صغير، مهداة للشارع من طرف جمعية نسائم الخير بمناسبة شهر رمضان المبارك. الأسئلة ديال اليوم: كم عدد سور القرآن الكريم؟ أول سورة نزلت في القرآن الكريم؟ وأسئلة دينية أخرى، فهل يجيب الشارع التطواني على هذه الأسئلة أم لا؟ ابقوا معنا لمعرفة المزيد. عرفنا علي. زرق عبد الجواد. تطواني؟ لا، دار بيضاء. مش عارفين. بديت الدار بيضاء ولكن عايش هنا في تطوان. تبارك الله عليك. عندك شوية مع المجال الفني الثقافي الديني؟ ايه شوية. بما اننا في شهر رمضان نعطيوك سؤال ديني. ايه. عدد السور في القرآن الكريم؟ أشملك. قدر، إذا قربتي ماشي مشكلة، أنا حسبت الجواب صحيح. شي 30؟ لا أكثر. 90؟ أكثر. 100؟ 100 والبركة. نعطيك سؤال ثاني، هذا إذا جاوبتي عليه غتاخذ جائزة. إن شاء الله. ما جاوبتيش ما تاخذش جائزة، وهانية بكل راحة. لا ديري هانية، كون هانية. واخا. أول سورة نزلت في القرآن الكريم؟ قريب، سير على الله. ياسين؟ لا. نزلناكم في القرآن الكريم. هذه الصورة نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمرته بواحد الحاجة مهمة في الكون قبل ما يلجأ للدعوة إلى الله. قول لك الجواب. كل روح رياضية هاني. روح رياضية. اقرأ باسم ربك الذي خلق. سورة العلق. شكرا جزيلا للمشاركة. الله يرحمه والديك. هانية ماشي مشكل، مرة أخرى إن شاء الله. واخا عرفناه. حمزة. والتطوان طبعا. طبعا. مشرفين. عندك شوية مع المجال الثقافي الفني الديني؟ ساتوكل الله. شي بركة. شي بركة. نسولك على أول سورة نزلت في القرآن الكريم. أول سورة نزلت في القرآن الكريم. أتوا هذاك يشوشوني يا غاي. أعمل هيدا. لا كيعطيك الجواب. اقرأ سؤالك. اقرأ. اقرأ. واخا عندك سؤال ثاني. سؤال ثاني. اسم الصورة ماشي مشكل، قال لك اقرأ هاني. عارف اسم الصورة ديال اقرأ؟ اول سورة العلق ماشي مشكل. واخا. عدد الصور في القرآن الكريم؟ عدد الصور 260. تبارك الله، زدتي من عندك. ماشي مشكل، شوف ماشي مشكل. عندك سؤال اخر اللي هو اسهل منه عتجيب ان شاء الله. عدد الاحزاب في القرآن الكريم؟ الله ماشي بزاف. 60 حزب. 60 حزب. اراديك كاد. ارانا كاد. لا ماشي مشكل، انت واحد كاد. جاوبوا صحابو. لا عطاني انت واحد كاد. انت واحد كاد. هدية. واخا هدية ماشي هدية كبيرة ولكن هدية رمزية. من نسائم الخير، فيها كتاب. واجمل هديه هي القران الكريم. شكرا. الله يرحم بابك الله يعزك اخي. شكرا. هما اللي عتقوك. عرفنا عليك. حمزه طنان. 23 سنه. صوني على ذاك النمره. الله يرحمه. ولد مدينه تطوان. واخا انا نعطيك اسئله، اذا جاوبتيني غتربح معنا هديه ان شاء الله. شحال من صلاه فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم فاش كان في سدرة المنتهى؟ 5. وشحال ولات؟ 5. تبارك الله عليك. أول صلاة فرضت على النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ صلاة حمزة قرش استريحة. صلاة العصر ولا المغرب؟ شنو هي؟ كصلى المغرب ولا العصر؟ وحدة فيهم كصلى. يا لا اللي تفرضت ماشي اللي صلى. اللي تفرضت. صلاة الصبح. تأكد. أتعز عليا تخسر الهدية. شدي هدية. صلاة الظهر. يا صافي جاوب. يا جاوب. ما نعملوش صلاة الظهر. عرنا الهدية. أنت واش فيه؟ لا هدية.
هذه هدية رمزية فيها القرآن الكريم وفيها كتاب زيون. إن شاء الله تقرأ القرآن طبعا. إن شاء الله. بصحتك. أرحم بك. شكرا جزيلا. الله ينور. أرحم بك. بصحة. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.